السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب الصف السادس، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الدين كولتورون. وصلنا في الدرس السابق عند الفقرة الأخيرة من الوحدة الرابعة. سنقوم بشرح هذه الفقرة مع حل أسئلة الوحدة إن شاء الله بسورة تانيورم. يعني أنا أعرف سورة وهي سورة النصر ومعناها. سورة النصر بالتأكيد كلنا نحفظها، سورة قصيرة ومشهورة جدا، وهي يعني يقول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. يعني هذه جاءت بعد ما الله سبحانه وتعالى نصر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتم فتح مكة، فنزلت هذه السورة يقول الله فيها للرسول عليه الصلاة والسلام: رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني الناس صاروا يسلموا بأعداد كبيرة جدا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا واضح معناها، وهنا لدينا معلومات مهمة عنها. نصر سورة القرآن الكريم من 110 سورة في 3 آياتر، يعني ترتيبها في القرآن 110 وتتكون من 3 آيات. نصر ياردن دمكتر، النصر يعني مساعدة من الله، نصر الله يعني الله ساعد المسلمين حتى انتصروا. سورة içinde Allah'ın Celle Celaluhu Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem yardım ettiği ve böylece onun fetihlere kavuştuğunu ifade edildiğini için edildiği için bu adı almıştır. Yani ismi Sûret-i Nasr لأنها تتحدث عن النصر والمساعدة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل فتح مكة. Bu süre Mekke'nin fethi sırasında inmiş olmakla beraber Medine devrinde yani hicretten sonra indiği için Medine medeni yani Medine'de inen sürelerindendir. Yani hiye nizlet esna fetih Mekke ولكن في هذه الفترة أثناء فتح مكة كان هذا عهد المدينة. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة وخالص، فلذلك هي تعتبر مدنية، يعني تعتبر من السور التي نزلت في المدينة لأنها نزلت بعد الهجرة إلى المدينة. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son inen ayetler arasında olduğu bilinmektedir. Yani tu'tabar hadi min awakhir el ayat allati nazalat ala er rasul aleyhi salatu ve selam. طيب لنقوم الآن بحل أسئلة الوحدة الرابعة. أول شيء حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ilk vahiyin gelişini ve sonrasından Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم ne yaptığını anlatınız. Yani ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أول وحي وبعد ذلك ماذا فعل؟ نعود إلى بداية الوحدة. نلاحظ هنا في الصفحة 81 أنه ركض إلى بيته مسرعا واستلقى في فراشه وقال للسيدة خديجة: زملوني زملوني، يعني غطوني. فهذا نكتب جواب السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: إيت مسلم الله كيم لاردر، يعني من هم أوائل المسلمين؟ نكتب السيدة خديجة وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة. وحضرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشلانغوشتا إسلام دينينين neden açıktan değil de gizli yapmıştır? Yani لماذا كانت الدعوة في البداية سرية وليست علنية؟ فأيضا نذهب إلى الفقرة. لدينا هنا الصفحة 82 هذا القسم الذي يقول إن الدعوة كانت سرية لفترة من أجل أن يصل إلى عدد المسلمين إلى عدد معقول، يعني تزداد قوتهم ويستطيعوا الدفاع عن أنفسهم. السؤال الرابع يقول: حضرت محمد صلى الله عليه وسلم إسلام تبلينا müşrikler nasıl tepki göstermişlerdir? Yani keyfe kana rad fi'l müşrikîn bi itijah tebliğ da've'l İslamiyye min qibel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fenulahiz hunâ müşrikler hem sevgili peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem hem de ona iman edenlere kötü davranmaya başladılar. Hakaretle bulundular, işkence etmeye başladılar. Hâzâ nektubu cevap sual râbi'. Ve sual hâmis yekûl peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Mescid-i Nebi'nin işlevleri nelerdir? Yani ma hiye vazaifü'l Mescid-i Nebevi fi ahdi'r Resul Aleyhissalatu Vesselam. Fenektub min huna Mescid-i Nebi'nin en temel işlevlerinden biri de insanların edildiği, bilgilendirdiği bir mekan olmasıydı. Yani ennehu kan min ehem vazaifihi ta'limin nas ve i'lanihim bi umuri'd din. Sual sadece يقول Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'de toplumsal barış ortamını sağlamak için hangi çalışmalar yapmıştır? Yani ma hiye al-a'mal allati qama biha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min ajli ta'min wasat sulh wa salam ijtima'i fi al-Madina. Fa nadhhab ila faqrat al-mu'akhara bayna al-muhajirin wal-ansar.
لدينا هنا هذه الأسطر محددة باللون الأصفر، هذا كله نستطيع أن نكتبه جواب السؤال السادس. والسؤال السابع يقول: حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم مسلمان توplumun eğitim seviyesini yükseltmek için neler yapmıştır؟ يعني كيف، ما الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل رفع مستوى التعليم في المجتمع الإسلامي؟ فبالتأكيد قام بتعليمهم بالمسجد النبوي، يعني كان يشرح لهم آيات القرآن الكريم ويعلمهم الدين والأخلاق والقيم الاجتماعية، وأيضا كان يعطي أهمية لتعليم الذكور والإناث وخصص يوم للإناث لكي يتعلموا في المسجد. السؤال الثامن يقول: بدير أهون فهندك سواشلارن سبب وسواشلارن تارتشنز، يعني ناقشوا في الصف ما هي نتائج معركة بدر وأحد والخندق. فمعركة بدر انتهت لصالح المسلمين، وأحد انتهت لصالح المشركين، والخندق انتهت لصالح المسلمين. Veda hutbesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nelere dikkat çekmiştir? Yani ma lezi lefete ileyhi intibah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fi hutbet veda? Fenulahad huna. Yani ay şey min hadhi hutbe nastati an naktubu. Mesela لفت انتباههم إلى هنا مثلا إني لا يأكل الربا ولا يأكل يعني أموال الفائدة، ولا يظلم بعضهم البعض، ولا يقتل بعضهم البعض، لا يتقاتلوا ولا يتنافروا، ويسامح بعضهم البعض. وآخر شيء بيجمع صلى الله عليه وسلم وفاة المسلمين على النصر إتكلمشتر، يعني كيف أثرت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين. فكما مر معنا هنا إني أثرت بهم كثيرا من أعماقهم، وكان هناك بعض الصحابة من بينهم عمر بن الخطاب الذين لم يتقبلوا الموضوع أبدا، بينما قام سيدنا أبو بكر الصديق بعمل، يعني تحدث إلى المسلمين وحاول تهدئتهم. طيب هنا نختار الإجابة الصحيحة. الله جل جلاله حضرت بيغمبر صلى الله عليه وسلم إيه جندري وهيلال هانجي سورية دير المقتدر، يعني أول واحد في أي سورة موجود؟ بالتأكيد موجود في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إيك هجرت نيريا أو مشتر، يعني أول هجرة إلى أين ذهب المسلمين بالهجرة؟ فبالتأكيد إلى الحبشة. وحضرت خديجة رضي الله عنها إلى أبو طالب وفاتتي إلى ندن المشتر، يعني ما هو اسم العام الذي توفي فيه عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب وزوجته السيدة خديجة؟ فهذا اسمه عام الحزن، حزن يلو. وبيغمبريمزين صلى الله عليه وسلم هجرت إسناسندا يطرد في إسلام تاريخنده كرمسال أعلامدا إلك مسجد قبول ديلان جامي أشهرلردن هانسيدر، يعني أول جامع بالإسلام قام الرسول صلى الله عليه وسلم بإنشائه أثناء الهجرة هو مسجد قباء. طبعا بيغمبريمز هانجي تاريخه وفاة مشتر، يعني في أي تاريخ توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنختار في الثامن من حزيران عام 632. ومن بين هذه الأسماء يقولون لنا يقارن هانجي لرين مدينة بنودان يهودي قبيلة لادر، يعني القبائل اليهودية اللي كانت في المدينة. لدينا بنو النضير صحيحة، وبنو قريظة صحيحة، هذه خطأ، وبنو قينقاع صحيحة، بنو أمية لا يوجد بنو أمية، خطأ. إذا واحد واثنين وأربعة نختار جيم. طيب هذه غالبيتها موجودة بالمربعات الخضراء، كان لدينا مربعات خضراء مكتوب فيها معلومات بالجيكوتسو. هجرات، ما معنى الهجرة؟ نعود إليها ونستخرجها. المهاجر من هو؟ والأنصار والصفة اللي هن طلاب، يعني المدرسة اللي أنشأت بجوار المسجد النبوي، وأصحاب الصفة هن الطلاب اللي كانوا فيها، وخطبة الوداع وهجة الوداع، هذه كلها موجودة بالمربعات الخضراء. نعود إلى الدروس السابقة ونستخرجها، بسيطة جدا. طيب هنا نضع الكلمة المناسبة في الفراغ. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم ياشنطا بيغمبرليك فيرمشتر، يعني في أي عمر أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا؟ فنكتب كرك يا شندا، عمره كان 40 سنة. بيغمبر صلى الله عليه وسلم إلك آيات لير فراما أرسندا جندير المشتر، يعني أول آيات نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في غار حراء، نكتب هيراء.
Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Celle Celaluhu vahiylerini melek Farag getirmiştir. Yani melek ellezî enzel el vahye ala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem min Allah Teala huve Cebrail. Bu Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mekke'den alınıp Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya getirilmesine, ondan Allah Celle Celaluhu katına yükseltmesine, her bir tekit isme İsra ve Miraç. İsra Miraç. El-İsra ve Miraç. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken yanında Farag vardı. Yani min kemal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indemen hecar fenektub Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken yatağına Farag yatırdı. Yani men lezî neme mekâni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indemen hecar fenektub Hazreti Ali radıyallahu anh. Ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 628 yılında Mekkeli müşriklerle yaptığı antlaşma, Farag Barış Antlaşması, yani el-ittifakiyye li vakkar Resulü Aleyhisselatü Vesselam ma'al müşrikin hiye sulh-ül Hudeybiye, nektub Hudeybiye antlaşması. Ve ahir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Farag yaşında şehrinde vefat etmiştir. Yani kem ken amr Resulü Aleyhisselatü Vesselam ente tuvfi, ken amr 63 am ve tuvfi fi el-Medine el-Munavvara, Medine. وبذلك ننتهي من الوحدة الرابعة كاملة. الدرس القادم بإذن الله سنبدأ بالوحدة الخامسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.